احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر جماعة ويسلان يوم دراسي حول منظومة حقوق الإنسان وحماية الملكية الفكرية. ونظم هذا اللقاء من طرف النقابة المستقلة للصحفيين المغاربة في إطار برنامجها التكويني السنوي بشراكة مع وزارة الثقافة والاتصال. وقد سير هذه المناظرة الأستاذ بوشقو المصطفى، والذي افتتح هذا اللقاء بكلمة ترحيبية بالحضور. وخلال مداخلة الأمين العام أكد على دور الإعلام وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والحفاظ على مكتسبات الملكية الفكرية. احترام الملكية الفكرية سجلوا أهمية الربط اللي دارت النقابة ما بين الموضوع وما بين المجال الصحفي والإعلامي، اللي لا شك أنكم كتعرفوا الواقع فين وصل، وخاصة مع المسار ديال التشريع القانوني اللي صادق عليه البرلمان، واللي في الواقع كنقولوها ما كيستجبش لتطلعاتنا كصحفيين، لا فيما يتعلق بحقوقنا كمهنيين، ولا فيما يتعلق بمصالحنا الاقتصادية والاجتماعية، واللي سجلت فيه النقابة من غير النقابات الأخرى سبق نضالي، لا فيما يتعلق بمواقفها من المنظومة القانونية الثلاثية المتعلقة بمدونة النشر والصحفي المهني والمجلس الوطني للصحافة، ولا فيما يتعلق بالمراحل ديال الصياغة ديال هذه القوانين والمصادقة ديال حسي مسي اللي تمت في البرلمان بواسطة الأغلبية الحكومية في عهد رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران والوزير ديال الاتصال السابق مصطفى الخلفي. كما جاء تدخل التحالف المدني لحقوق الإنسان في شخص رئيسه حول السيرورة التاريخية لمنظومة حقوق الإنسان بالمغرب، ودور الفاعل المدني والحقوقي في ترسيخ والحفاظ على مكاسبها والعمل على الانتزاع مزيد من الحقوق. موضوع ألا وهو احترام الحرية الفكرية، والله المتضرر رقم واحد من هذه الحرية الفكرية أكيد ما نجده من الممارسين. اعترض لهذا الموضوع جات في واحد الوقت في واحد الظرف اللي هو يعني اصبح الموضوع تيطرح فيه نفسه بنفسه، خاصه يعني مع تنامي ظاهره السرقات الادبيه وخاصه في مجال الاعلام، فتوجد مثلا بعض المنتسبين لمجال الصحافه والاعلام يعني انهم تيقوموا يعني بالسطو والاستيلاء على بعض المقالات ديال الاخرين وتينسبوها لنفسهم، وهذا طبعا تيضرب بعمق يعني القانون المنظم لنشر الصحافه وايضا الميثاق الاخلاقيه ديال الصحافه، وبالتالي هذا اللقاء هذا كان فرصه لاثاره هذا الموضوع وايضا مواضيع اخرى اللي هي مرتبطه يعني بالمدونه النشر والصحافه الجديده اللي هي جات باش انها تقيد حريه الصحافه، وجات بتقييد حريه التعبير، وجات ايضا يعني باش انها يعني انها باش تحاول تهدم يعني ذاك الاشعاع اللي درته الجرائد المحليه والمستقله، واللي استطاعت انها في واحد الوقت وجيز انها تفرض الوجود ديالها في الساحه الاعلاميه. اذا كانت توصيات من اجل طبعا توصيات اللي هي تطالب المشرع الدرجة الأولى باش أنه يعمل على تغيير يعني المقتضيات ديال هذا القانون هذا، اللي هو طبعا هو قانون يعني لا ديمقراطي، وقانون اللي هو يعني أنه تيقصي واحد المجموعة من الفعاليات اللي كنعرفوها اشتغلت في المجال الإعلامي وربما لمدد طويلة جدا. وعرف هذا اللقاء حضورا كبيرا من الجمعيات الحقوقية ورجال القانون الذين تجاوبوا مع الأساتذة المحاضرين نظرا لأهمية الموضوع والراهنية التي يعرفها المغرب في المجال الحقوقي. ناقش تاع الحضور على ان الترسانه التشريعيه تبقى قاصره وان التفعيل ديالها راهين بتكثيف الندوات وتدخلات الجمعيات المجتمع المدني والفاعلين في المجال للرقي بالترسانه التشريعيه وتحقيق الهدف المنشود وهو حمايه الملكيه الفكريه والتي هي اصيله في علاقتها بحقوق الانسان. هذا اليوم الدراسي اللي كان لو تيم ديالو هو حقوق الانسان والملكيه الفكريه،
هذا اللقاء عرف نجاح كبير بحضور مجموعة من الفعاليات الحقوقية، الفعاليات المدنية والفعاليات السياسية. كان يوم جد مثمر لأن انتهى بمجموعة من الخلاصات أو التوصيات اللي غترفع الوزارة الثقافة بالضبط قطاع الاتصال. وعرف النقاش مداخلات قيمة تصب نحو تثمين المجهودات التي يبذلها المغرب في حقوق الإنسان وعلاقتها بالمحافظة وحماية الملكية الفكرية.